إن الفرق الطبية التي غادرت ووهان يوم الأحد هي من 5 مستشفيات في مدينة بكين، وقد ثابر الفريق الطبي الذي وصل إلى ووهان مع بداية تفشي الوباء ثابر على أعماله هناك لمدة 70 يوما بدءا من يوم 27 من يناير. صمدنا أمام اختبار الحياة والموت، لقد أنقذنا 100 مريض كانوا في حالة حرجة في غضون شهرين. تتمثل المهمة الأساسية لفريقنا الطبي في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض خطيرة من الموت، ويمكن القول أن مستشفينا نقل أفضل طواقمنا للعيان الحرج إلى ووهان، وبذلنا أقصى جهودنا في معالجة المرض. وكان عدد المرضى بفرع مستشفى طنجر في منطقة المدينة الصينية الفرنسية الجديدة قد بلغ 1053 مريضا خلال الذروة، وانخفض العدد الحالي للمرضى في المستشفى إلى 125 بفضل الجهود المشتركة لجميع أفراد الطواقم الطبية. سنواصل معالجة مرضى حالات الحرجة مع مستشفيات في بكين، ونعمل على زيادة معدل العلاج وخفض معدل الوفيات حتى اليوم الذي يغادر فيه آخر مريض المستشفى.